أربعة نماذج مصنعة بمركز بحث علمية قابلة للتصنيع والتسويق، من بينها تجهيز يعمل على الحد من أخطار تسربات غاز أحادي أكسيد الكربون بتقنية عالية. النماذج هذه تعد ثمرة اتفاقيات تعاون بين قطاعي الطاقة والمناجم والبحث العلمي في مجال تخزين الطاقة الشمسية. تفاصيل أوفى في تقرير أميرة مكيدش. أربعة نماذج مصنوعة بمراكز بحث علمية قابلة للتصنيع والتسويق تعمل على الحد من أخطار تسربات غاز أحادي أكسيد الكربون بتقنيات عالية تعززت بها شركة سون الغاز، وهي ثمرة اتفاقيات تعاون بين قطاعي الطاقة والمناجم والبحث العلمي في مجال تخزين الطاقة الشمسية. وجهاز كشف تسرب الغاز أكسيد الكربون le capteur de gaz CO monoxyde de carbone ومصابح إضاءة مدمجة بالطاقة الشمسية، وكذا جهاز أوتوماتيكي ذكي لتسيير أجهزة كشف تسرب الغاز أوتوماتيك سيستم أوتوماتيك دو كوبور دو غاز، والذي تم ابتكاره من طرف مركز البحث العلمي والتقني لتحاليل الفيزيائي الكيميائي ترابسي. خلق هذه الديناميكية لتطوير الصناعات وتشجيع المؤسسات الجزائرية بغية توطين صناعة المعدات وقطع الغيار تماشياً مع التوجهات الاقتصادية الجديدة. إذن سلمنا هذه الأجهزة الأربعة التي تخص تكنولوجيا دقيقة جداً، وبالتالي حققنا هدف المهمة الخدمية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، المهمة الخدمية للمجتمع أو الموجهة للمجتمع، وبالتالي دخل البحث العلمي في هذا المربع السحري مثلما قلت، البحث العلمي، الابتكار، خلق ثروة وخلق مناصب شغل. اليوم كما تعلمون هناك توجه للحكومة نحو دعم المحتوى المحلي ودعم كل ما هو جزائري وكل ما يمكن تصنيعه في الجزائر، لكي نتمكن من توجيه الإنفاق العمومي ولا الإنفاق الشركة العمومية نحو شركات محلية ونحو تكنولوجيا متطورة محلية. هذا وينتظر الإعلان عن 30 مشروعا ونماذج جاهزة للتشغيل في مختلف القطاعات للمساهمة في تطوير النسيج الاقتصادي والصناعي للبلاد بمنتوج محلي وإدماج وطني.